في قرص بكرنس رساله الدكتوراه بتاعت الدكتور رضا غالب. قابلنا استاذنا حبيبنا الكبير ابن كرنس الغالي ابو ضحكه جنان استاذ جلال هجرسي معانا اهو. تحب تقول ايه في اليوم الجميل ده؟ اقول انا فخور جدا بعائلتي، فخور بنكرنس، فخور بفرقه نكرنس المسرحيه اللي احد اطفالها وانا عضو فيها زمان حصل على الدكتوراه النهارده، والعائله فيها ثلاثه حصلوا على الدكتوراه: الدكتور رضا غالب، الدكتور عبد اللطيف الشياطي رحمه الله عليه، الدكتور رضا غالب الصغير ربنا يكرمه ويوفقه. وانا مبسوط جدا وده يوم فرح خاص جدا بالنسبه لي، وبقول له وبقول للعيله كلها وبقول لتكرنس وبقول لمحافظه الاهليه والمصر الف مبروك للدكتور رضا غالب للحصول على درجه الدكتوراه في رساله مهمه جدا في فن المسرح المصري، رساله منطقه لم تطأها قدم قبل كده علميا. والى الامام دائما يا دكتور رضا، وان شاء الله نشوفك في اعلى المناصب باذن الله. امين يا رب، امين يا رب. شاكرين جدا استاذنا حبيبنا ابن الكرنس، واحلى رساله من قلب اكاديميه الفنون في القاهره، وشرف كبير ان احنا شفناك النهارده يا استاذ جلال، وكل سنه وحضرتك طيب. الف مبروك، بحبك يا تكرنس. بحبك يا تكرنس.